ما فيش مبين معكم. الاستديو اللي عم بصور فيه الفيديو ما فيه صوبة، ما فيه اي اشي يزيد درجة الحرارة الا انه اولع فيه. درجة الحرارة فيه فعليا 4، بس انا عم بصور لكم الفيديو. ما بستاهل زكفول زكفول. خلاص بكفي هبل، خلينا نخش على الموضوع. اليوم بدنا نحكي على الحمام خصوصا بالشتاء. خلينا نخش في الموضوع. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. انا كمال سايلوس وخلينا نحكي عن الحمام. اوكي، انا اتقبل انه الدنيا شتاء وصعب الموضوع الواحد يتحمم، بس مش معناته ما تتحمم. صح المي بارده، بس مش معناته ما تتحمم. صح بس تطلع من الحمام تكون بتعمل زي هيك، بس مش معناته ما تتحمم. هلا اذا بتتحمم انت كل يوم خليها يوم بعد يوم، مش معناتها انه الدنيا بارده ما بتحمم. الدنيا بارده تقول لي اسبوعين مش متحمم. مين هو صغير كان يكره الحمام؟ لحالي ما اقول، اسمه كلنا كنا نكره الحمام. واحنا صغار ليش كنا نكره الحمام؟ ما كنا نكره الحمام لانه احنا صغار ما كناش نحب النظافه. احنا كنا نكره الحمام واحنا صغار لانه احنا ما كنا نتحمم، احنا كنا نتعذب. اكيد وانت صغير كانت امك تحممك، وانت بتعرف شو هاي المعاناه. انا بدي ارجعك فيها لورا بس بنط واحد. انا امي ما كانت تحممني من اول ما عمري سنتين، كنت اتحمم لحالي. تكذب كانت تحممك كانت تشطف لك ولا احنا كنا نكره الحمام واحنا صغار عشان طقوس الحمام كانت صعبه. طقوس الحمام. بتذكر اليوم اللي اجي كنت اتحمم فيه كنت اخاف. تعرفوا البسه لما تيجي تحممها كيف تصير تهرب من البانيو؟ انا نفس الاشي. ليه؟ لانه انا مش رايح انظف. انا عارف انه بمخيله امي انا رايح انظف، بس فعليا انا رايح اتعذب. كون انت قاعد هيك على التلفزيون ولا بتلعب بغض النظر شو بتعمل، مره واحده بتيجي امك يلا عشان نحممك، بيجيك مرض نفسي بتصير بدك تهرب. وين ممكن اهرب هلا؟ هاجر ايش اسوي؟ فجاه بتلاقي حالك زق وين واقف بالحمام. هاي اللحظه امك بتتاكد انه المي سخنه. كيف تتاكد؟ على جسمك صديقي، ما فيش ما بتسقعش. بدير اشوف اذا لسع الولد معناته المي سخنه كويسه. بدير كمان. حط الشامبو على راسك بتبلش يدخل في عيونك، تنحرق عيونك في ثمك تبلعه وبس. يصير هذا الحكي، بتصير انت شو تسوي؟ تصير تصرخ لا اراديا فوق هذا العذاب اللي بتعذبه. انت قاعد بتنضرب، بتمسك مي سخنه بتنضرب عشان انت دخل الشامبو بعيونك. انا شو دخلك مش فاهم. تيجي بعدين الحلقه القاتله اللي هي الليفه. ما كانوا يليفوك بليفه وانت صغير، بموكيتي كنت تليف. عرفت الليفه هاي الخشب؟ ما بعرف ليش مصنعينها من خشب، هم مصنعينها كثير بتوجع. حط عليها شامبو ومي وبتبلش شرار بيطلع من ظهرك قاعد تليف. تلفت ورجيك على الليفه انه عليها وسخ، بقول لك هي الوسخ شايف؟ هذا مش وسخ، هذا مو هذا جلدي، انت عم بتغيري لي جلد مش وسخ. تخلص الحمام بتكون زي الصوص المبلول، برابيرك نازله لانك كانت تعيط وعيونك بحرقوك لانه كان فيهم شامبو، لون جلدك احمر. كيف تلبسك بعديها بعد الحمام؟ تعنيف بيكون هيك، بتلبسك البلوزه راسك بدخل جوا يلا البس، بتلاقي راسك دخل في الكم امراته مين يا انزي. بعدها بتروح او بروحوا جنب الصوب بتكون قاعد. بعدها بتقول لك ليه بتحبش تتحمم؟ انت ليه بتحبش تتحمم؟ لانه مش عم بتحمم. انا كمال سايروس بشوفكم بالفيديو اللي بعده. تصبحون على خير. برضه بحكي تصبحون على خير مع انه دائما بصور الصبح. الدنيا صبح، ليش بحكي تصبحون على خير؟ مش عارف.